من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر بمهتان ولا تحصل الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق فصوم رب العباد رب العباد في جنات ورضوان فمن أحبهم قد نالا منزلة عند الإله وجازاه بإحسان صل على النبي محمد عباد الله رجال الله أغيثنا Oh.
Thank you.
Oh,
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويغفر الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل رضي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الغني سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وأدمى شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فيض المنة ما جرت به بأجدار الإثم أرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادته وذليت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم شهادة والغيور فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأطرت بوجودها أكنف الوجود برز برد عوالمي بالتراث الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وسلم أشرف الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم تجلى الحق في العالم القدسي الواسع فجل ينقضى بانتشار فضله في الطريق الرشاشة الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الدردان حيث عبر ذا من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسواره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب سرور قد توالى بحبيب أمن على من نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا قد ترك في الحسن على المقام وتناحى في مجده وتعالى لا خضته العيون في مجدلته بشرا كاملا يطيع الطلالا
والامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويقار في تعادل معاني الجنان إن نشر منه في العلام البطون والظهور ما منع الوجود الحلق النور فتبارك الله من إله الكريم باشرتنا آيته في ذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمنين فما انفجعت الحضيض بشارة وتلقى في قلب سليم فقد خني إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقة ترضى بها اللسان أما تضمنه الجنة من التصديق بها والإيمان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وابتلوا على الأهل اليقين من سر ذلك الإيمان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد الأب صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلق من فضله ونبله عبد أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رساله وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بيد المد الجل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أقدمها من إمنة تكرم الله بأعلى البشر وما أوصاها من نعمة تسر سوى في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأجمع تحياتي وأوصيها على هذا الأرض الذي وفى بأجل العبودية وبرج فيها في ذات الكمال وقام بأجل الربوبية في مواد الهمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتبايعوا دلالا سرهم بالاصل بوده وحبه ما أدرى الأكوان بنسي ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أجمع الصلاة وتسليم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت غموري والجلل منظر إذا نظروا إلي ولت غموم والجلال مقر صلى الله على محمد يا سيد الرسول أدركني يا سيد الرسول
أدركي يا سيد الرسل أدركني فما بقيت لي حيلة فما بقيت لي حيلة خير الحب فيك يدخل صلوا على النبي محمد صلوا على محمد صلوا على محمد Oh.
أما بعد فلما تعلمت إرادة الله في العلم القديم
بظهور العصر تخصيص للبشر الكريم التكريم التكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة المغامرة وانفلقت بيضة التسبيح في العالم المطلق الكبير عن جمال مشروعك يا مرافق يا مرافق فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروج يتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد بدت الأقدار الأزلية بما قد أظهر من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان منزل الروح من أصحاب الفاخرة والأرحام شريفة طاهرة حتى برز في علم الشهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأفكار وظهوره وبهر وتعلمت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت العسول التي في عشر من شهر أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإنا تعرف الأكل من شؤون خير الأنام ولكن أسني إلى تدبير ما عبد من سن أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به من في مولده من فضل الذي عم العالمين بقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام الشهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا بالقلب أن يحط أن يحط أن يخط ما حركه ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المعبود الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائله وحسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شمائله في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم وليقاصم وتتنزه في حدائق الأسمع والأبصار فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق فيه أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ردوا يا رسول الله يا بير أمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق وخلق قبل الأشياء نور نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في الناس. وقد عدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شهد من البرية بكمال الخصوصية. واستودعت هذا النور المبين أسرار بطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أسرار بيد العمر تجيب إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد العباد العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرم وسمية. فعملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا إلما. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقد بوت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم خيوطات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الضم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم kalau Habibie, ada Habibie datang dari Jakarta jauh-jauh. Jaga akhlakmu, akhlakmu bawa saya ke Jakarta, paham? Salam Habib, mama. Allah ala Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. I love you. Aku cinta padamu. Oh,
Bye.
ثقةً بيد الفرح بملاقاة أشرف البريات بروزي من عالم الخفاء إلى عالم الكون أزال الله من وجود ماجة التكريم ومسك في العالم الكبير مائدة التعظيم والتصريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن من ترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Oh,
tidak boleh pulang. Duduk. Kalau yang balik, kalau dia bujang, harus doain, gak takut-takut jodoh ilah yang menghalang.